ازيك يا عمر؟ ازيك استقلال عامل ايه؟ عبدالله على السلامه ولينا وحشه ليكي بصراحه. انتم متابعين بقالي فتره ما نورتناش بصراحه. الله يخليك. عايزين الاول كده نقول للناس احنا فين قبل ما نبدا بالشغل. كرداسه في حور ان شاء الله في مول الصعيد. كرداسه مول الصعيدي محل حور اهو يا بنات. انا عايزه اقول لكم المكان سهل جدا وانا هسيب لكم اللوكيشن. تبعت لي اللوكيشن عشان اسيبه لهم. ماشي تحت امرك استقلال. عندنا شحن النهارده في ان شاء الله شحن ان شاء الله. عندنا شحن وعندنا عروض عشان عيد الام قويه جدا وعشان رمضان. تمام نبدا باول موديل معانا. في حاجه زي كده طبعا هوريكم الموديل بالوان. بصوا يا بنات كل موديل بالوانه. دي كم كامل ولا تلتين؟ لا تلتين. دي تلتين يا بنات. بصوا التطريز بتاعها هنا اهو وياقه بتاعتها حلوه عاليه. تمام. والتطريز طبعا كل عبايه هتلاقوها بلون التطريز بتاعها. دي في منها الوان مش كده؟ طبعا. اي شكل مقاساتها من كام لكام؟ دي مقاساتها 1 و2. واحد واثنين. تمام. واحد يلبس من كام لكام واثنين يلبس من كام لكام؟ واحد يلبس معانا من 60 لـ80 ومقاس اثنين يلبس معانا من 90 لحد 120. من 90 لحد 120 يعني هو واحد واثنين يلبس لغايه 120. تمام. زي الميديوم والاثنين اكس كده بالظبط. تمام. في حاجه ثانيه زي كده في منها الوان يا عمر صح؟ ايوه. بس دي عامله زي الفرعوني كده حلوه قوي ان شاء الله تحفه. دي جميله جدا. ده مقاس صغير ده معقول؟ ده ميديوم. بالميديوم. بصوا يا بنات افردها لي كده من البطن للباط. اه كبيره دي ميديوم على فكره. عايزه اقول لكم مقاسها كبير يلبس بتاع 80. الموديل ده يلبس بتاع 80. كل ما تكبري في المقاس كل ما هيزيد معاكي في التلبيس. ما شاء الله حلو قوي. بكام يا عمر؟ انا ما سالتكش على اسعار. افاجئك دلوقتي. ما انا عايزين نعرف. انت دايما عندك حاجات مميزه. بص الموديل ده برده تحفه. كانت شغاله معانا حلو قوي برده. ما شاء الله. كان زي كده في المخزون الداخلي. دي. الخامات دي ايه؟ خامات قطنه كلها غسيل ولبس. غسيل ولبس. تمام. هي الناس عموما مجربه شغلك قبل كده. انا مصوره عنده الحمد لله ما جاتش شكوى منه يا بنات. لا لا. بجد شغله اللهم بارك تحفه. دي كبيره. دي بيج سايز. دي بيج سايز ما شاء الله. دي تحفه. دي تلبس معاك ال 130 وعندنا شغل تاني معانا لبس ل 150 كيلو. يلبس ل 150 كيلو. بصي يا بنات دي عليها ده اسمه ايه؟ كبير ولا؟ طاووس كده. كلفه طاووس كده. كلفه طاووس. تمام ما شاء الله. دي زيها واللون الكحلي كمان صح؟ طب الاسعار يا عمر؟ 100 بس. اي حاجه في اللي بنشوفها عموما دلوقتي؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يعني اي قطعه اللي احنا شفناهم دلوقتي ب 100. افتحها الاشكال دي كلها. الله دي تحفه دي. بصوا. عشان خاطر رمضان. سامحوني على الصوت يا بنات معلش. بصوا دي واحدة واحدة. فرج الناس يا عمر. امسكها تاني. بصوا دي حاجة برضو تلاقيها تلات ارباع كم كده. بصوا دي جميلة برضو في اللبس حلوة قوي وليها جبين وفرنشة كده. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيب. بصوا عايزة اقول بجد تحفة. العرايس اللي بيجهزوا يجوا يجيبوا 100 جنيه دي بجد تحفة. والخامة حلوة. خامة ما شاء الله. اشمعنى دي اللي طلعت منها الوان؟ حلوة وجميلة وجديدة برضو في نفس الوقت. 100 دي برضو؟ حرقنا سعرها. بصوا يا بنات دي الالوان بتاعتها ما شاء الله تحفه حلوه قوي. يعني عشان بس ما توهش منك من اول موديل فردناه 100 ولا اختلاف اسعار؟ لا نفس السعر. كله 100. ايوه تمام. بصوا كمان الموديل ده. في حاجه تانية زي كده برضه ما شاء الله. دي تحفه. ملقط كده في مشجر. مش عايزاك تنزل ايدك بسرعه على الموديل. خلي الناس تشوفه لان الموديل بجد ده الموديل ده تحفه. بصوا يا بنات الالوان مع بعضها ما شاء الله جميله جدا. قصه ايه؟ قصه فستان. قصه لفظيه بتبقى معانا كلوش دبل كلوش. والكم بتاعها ولا هو تلتين ولا هو نص يعني مش عارفه يعني هو كم حلو. ايوه بالظبط. ما شاء الله جميله جدا. دي بتلبسها اكيد خطيره وليها جيب يا بنات. دي الوانها اللون اللي احنا شفناه واللون ده كمان زيتي في فستان. الفستان بتاعها خطير واللون ده حلو. اول لون فردناه ده تحفه. عايزه اقول لكم دي 100 برده نفس السعر. حلو توحيد الاسعار ده مريح الناس. مريحين الناس. اليوم عرض كده بكام حاجه بديها كمان. كل الشغل ده يا بنات ما شاء الله حلو قوي عشان عيد الام والعرايس اللي بتجهز ما شاء الله بجد تحفه. بص دي مختلفه بقى. بص من هنا جديده ومعظم الشغل ده ست كله برده عندنا هنا بس. الله جميله. وبسعرنا كمان بس يعني لو قارنوا الاسعار والحاجات والخامات هتلاقوا في فرق يعني. بجد تحفه حلوه قوي. دي برده الوانها بصوا اللون الروز دوت واحده من عندنا من المشاهير برده والازرق والزيتي والموف. تمام. أيوة. هو كرداسه الممثلين اصلا بيجوا ياخدوا من هنا. عايزه اقول لك انا بشوف موديلات عليهم انا ببقى شايفاها هنا. ايوه استقل يعني الحاجات كلها مشرفه الحمد لله وعمليه. تمام. الحمد لله الزبون كله بيشرف في حاجاتنا يعني الحمد لله. ياخد قطعه بيرجع تاني ياخد كميه. تمام. شغلنا الحمد لله الاسود بقى الحمد لله. لا شغل عمر ما شاء الله بجد يعني تحفه. ايه ده دي خامتها ايه؟ دي خامات قطن برضه. قطن برضه. فيها لمعه شويه. فيها لمعه شويه وخامتها محمله حلوه. محمله تقيله شويه. حلوه قوي 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 ما شاء الله بجد تحفه يا بنات.
الكم بتاعها كم كامل. أيوة. واستك من على الكم بقى ورده كده. بصوا هي كده ورده مفرعه كده تحفه حلوه قوي. اه بص التطريز مش برضو ده يعني ما شاء الله مرغوب جدا ومحبوب قوي يعني. براتو اه تحفه بنات ما شاء الله حلوه قوي. في نار احمر دي 100 برضو. مقاساتها معانا ايه؟ ميديوم لارج اكس دبل. ميديوم لغايه 2 اكس. 2 اكس تلبس كام كيلو؟ 110 تقريبا. 110 انا حاسه ان تلبسها كبير. مش على حسب كل دي يعني. دي اكس لارج تمام. دي اللي معانا دي اكس لارج. اللي معانا دي اكس لارج. ايوه اه هتجيب معانا ال 120. تجيب ال 120 اه حلوه. السايز ده هيجيب معانا 90 كيلو. اه بالظبط تمام. يبقى احنا كده معانا منها الاسود والبطيخي ولا الاحمر؟ لا احمر. الاحمر بس احمر هادي يعني مش صارخ تمام. وفي الاخضر وفي اللي هو الزهري. ما شاء الله الزهري طبعا ملك الالوان في الصيف. حلو قوي ما شاء الله جميل جدا. طيب ما دي برضه دي جميله. دي عليها عرض. عليها عرض بجد. الموديل ده انا بحبه جدا في تلبيسه بجد يا بنات منتهى الشياكه. الخامه حلوه ما شاء الله. بصوا دي اسمها الياسمينه. دي واحد واثنين. عملنا عليها عرض ياسمين تقريبا اخضر وابيض او تقريبا اخضر بس. بصوا يا بنات لونين بس. اه بصوا ده الكم بتاعها كم كامل. بكام دي؟ بكام الياسمينه دي معانا؟ كله 100. 100 برضو؟ لسه ما خرجناش من عرض. لسه ما خرجناش مكملين معاك. لسه المفاجآت بقى انا مخليها لي بقى. المفاجآت الله دي تحفه. بصوا يا بنات حلو قوي. 100 جميله جدا جدا جدا. عشان خاطر ام كنزي ومتابعينها خلي بالكم. الله يخليك يا عمر. بصوا لازم عمر يجيب لنا حاجه مميزه. بص الكم بتاعها والشغل اللي فيه مميزين معاكم بسعر حاجه بجد جميله جدا. شياكه بصوا جميله جميله ما شاء الله. دي اكس لارج يا بنات وفي منها الوان. جايبين بصوا تجيب عامل ازاي. الكناوي كده مع الكلفه. اه حلو قوي. في الزهري الكحلي والزهري والاخضر والاصفر. والاصفر طبعا انتوا عارفين انا بحب الاصفر ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله. بس عمر ما بيترددش يفتح على طول كده على الطبق. حبيتيه ام كنزي لازم نفتحها ان شاء الله. الله يخليك. بص الاصفر بقى منور لوحده ما شاء الله بجد تحفه. عاملين برده كام حاجه كده بجيبه عاملينها لكم في العرض عشان خاطر الايام الجايه برده رمضان وكده والجيوب. كل سنه وانت طيب. طيبين كل سنه وانت طيب. طبعا الحاجات دي يا بنات مهمه قوي عشان عيد الام وطبعا رمضان جاي فعلا فانت بتحتاجي الحاجات دي كتير قوي. اه الموديل ده انا بحبه برده قليل لما بنلاقيه. عايزه اقول لك ده تطريز السيرما يا بنات. كل الشغل اللي بنشوفه دلوقتي 100 احنا لسه في عرض ال 100. كل حاجه موجوده بمقاساتها وبالوانها. أيوه. تقدري تعملي سكرين شوت لو حاجه عجبكي وتتواصلي مع عمر على الواتساب. انا هسيب لك الرقم على الشاشه طول ما الفيديو شغال. بصوا دي تحفه. دي انا بحب الشغل الايطان ده. بصوا الشغل ده دي كم كامل عشان دي كان لازم منها تنتين برضو بس مش هقدر ان انا اطلعها لان فيها منها 3 4 قطع لو صورناها هتحصل مشكله. اللي احنا صورناه ده كان كله موجود متوفر منه بالوانه ومقاساته تمام. طب احنا عندنا ازدالات صح؟ عندنا ازدالات. عايزين نشوف ازدالات. وعلى الازدالات اهي الازدالات بقى يا بنات. انا عايزه اقول لكم انا اصلا جايه عشان الازدالات. عايزه اقول لك الازدالات يعني بيج سايز والعمر ان شاء الله ربنا يكتبها ان شاء الله يا رب يا رب لكل اللي نفسه يا رب. الابيض في كل الموديلات برده متاح. اه بصوا يا بنات انا عايزه اقول لكم حلو قوي الازدال ده ما شاء الله. وريني كده الطرحه بتاعته. طرحته جميله اهي بس دي الموديل ده طرحته ساده. طرحته ساده تمام. الطرحه متخيطه فيه يعني قصدي. ايوه تمام. ومعانا موديل واحد بس لان يعني الزبون رغب كله معظم الزبون رغب الطرحه مع الايه؟ مع الازدال. تمام. طيب الموديل ده فيه منه الوان؟ في كل موديل فيه الوان. في كل موديل فيه الوان تمام. الاكوا اه هو الموجود الابيض بس. تمام. الاكوا والابيض يا بني. في منه اسود بس خلصان بنفسجي. ايوه الالوان كلها موجوده بس كل على التليجرام عندنا نازلينها. يعني لو حد طلب من الالوان دي هيبقى متاح ان شاء الله. هنوفره اول الاسبوع. اول الاسبوع تمام تمام ماشي. بكام الاسدال؟ بص انا مش قلقانه من سعرك اصلا يا عمر لان انت دايما اسعارك ما شاء الله عليها. بص الاسدال ده الاهم من ده كله برضو الشغل والتطريز انت شايفه ان شاء الله. بصوا المقاس براحته. ايوه قطع الطبيعه ما شاء الله يعني. بص الكم كمان نفس الشغل اللي على الصدر موجود هنا على الكم. بصوا وسوسته من فوق سوسته من هنا برده من اه. والطرحه بقى طرفها عليه نفس الشغل برده صح. دي طرحتها شغل هي شغل بنفس الالوان جميله جدا حلو قوي. الخامه برده قطن بيور قطن. ده قطننا خاص. ده الخامات دي في الازدالات احنا يعني خامتنا بارده شويه. الخامه بارده. ايوه انا بحب الخامه بارده دي في الصيف والحر اللي احنا بنبقى فيه ده. فبجد بتبقى الخامات دي مهمه قوي تمام. بصوا الوان شياكه بقى يعني انا بحب الاصفر انتوا عارفين. اصفر وزهري ما شاء الله. مقاس مقاس يعني خدي راحتك كلي محشي براحتك بجد. بصي بقى السوسته برده من هنا السوسته معانا وعلي الفواكه بتاعتنا. صيفي جدا الازدال ده. ايوه حلو قوي. بصوا حاجه كده مش راحتك ما شاء الله. والطرحه بتاعته
عليها برضو ال تريز الجميله. اه بصي يا بنات النقشه بس الطرحه ما شاء الله تحفه. طبعا المقاسات كلها واحده في الازدالات كبيره جدا ويلبس اي جسم من 60 كيلو لتقريبا 130 او 140 كيلو. 130 140 ده ده جميل قوي ده حلو ده. بصوا دي نقشه ثانيه برضو ما شاء الله تحفه والالوان مميزين بيها برضو شايفه يعني النقاء بتاع الالوان ما شاء الله الوان جميله يعني. الخامة عجباني برضو والالوان ما شاء الله. اه مترازه برضو من على طرف الطرحه حلو قوي كده. خلصوا انا واحد ثاني عايز اشوف ده زهري بقى زهري. بصوا الإزاز ده الله جميل ده. بصوا جميل جدا حلو قوي ده مقاسه يصغر شويه عنهم. ده اصغر حاجه بسيطه اه. بصوا يا بنات شغل برده على الكم كده ومع الطرحه بتاعته منفصله. طرحته منفصله تمام نور عسل. بصوا يا بنات الطرحه بتاعته منفصله ما شاء الله حلو قوي. الازدالات بكام بقى يا عمر؟ 200 بس يا ست كل عشان 200 بجد ما شاء الله يا بنات حلو قوي. احنا عندنا شحن ما تنسوش في عنده شغل كتير جدا. لما تيجي ان شاء الله هتلاقي في شغل هو سايبه لزبون المحل او تتواصلي معاه على الواتساب هو هيبعت لك كل التفاصيل اللي انت عايزاها وهسيب لكم لينك التليجرام في صندوق الوصف او في اول تعليق الوصف ان شاء الله. بصوا كمان دي انت قلت لي كراب؟ ده كراب. كراب يا بنات بصوا دي خروج يعني حلوه قوي برضه مميزين بالحاجات دي ما شاء الله موجوده. اه خامتها تحفه حلوه قوي. اه دي في منها الوان ثانيه؟ في لا في اشكال كتير اشكال من الكريب. اه في اشكال كتير ومعظم الشغل بيبقى يعني بالاحمر بالالوان دي كده تمام. ده بكام دي؟ دي 350. 350 تمام. اللي يعجبه موديل يا بنات يعمل سكرين شوت ويتواصل معاهم على الواتساب. افرض يا عمر دي تحفه دي حلوه. عايز اقول لكم انا كنت اصلا واقفه مستنياه شفت الموديل ده عجبني قوي. دي بقى الوانها برضه موجوده وعندنا كام شكل تاني. الحاجات دي عشان عيد الام تحفه خامتها حلوه قوي. الحاجات دي يعني برضه عليها ضغط معانا شويه فمن مش لاي زبون بنجيبها له. اه تمام. بصي يا بنات دي كده نص ياقه وليها فتحه من فوق حاجه بجد دلع حلو قوي. هاتيها لمامتك والخطوه بتاعتها مرتاحه من تحت دبل كلوش جميله جدا. الازرق ايه الكريب نفسه ازرق ولا تطريز؟ التطريز التطريز. اه في الازرق في الاحمر ايوه في اللي هو الرمادي التطريز السيلفر وفي اللون ده. مقاساتها لغايه ايه الكريب بنعرف بقى عشان معانا من الميديم لحد ال 2 اكس برضه. من الميديم لحد 2 اكس 350 برضه؟ لا دي اقل دي 280. 280 حلوه قوي حلوه بجد يا بنات جميله جدا. اسعار الجمله برضه ليها اسعار بند الجمله لو جمله دي. تمام. عموما كل اللي قلناه اسعار الجمله تختلف بالنسبه للعرض زي ما هو عرض تمام. العرض زي ما احنا اي قطعه فيه ب 100 أيوة. جمله او قطاعي ايوه تمام. الحاجات دي يا بنات اللي هي شغلها مختلف الازدالات مثلا الازدالات هتبقى حاجه بسيطه قلنا 200 احنا قلنا 200 تمام. احنا مش عارفين اصلا الجمله في السعر في القطاعي تمام سعرنا مناسب برضه. بجد يا بنات عمر عنده شغل مميز جدا. انتوا لو جيتوا هتلاقوا فيه شغل كتير يعني احنا بنطلع شغل ولسه في شغل مستنيه يعرضه لما في دي برضه مطلوبه في السوق الزبون يجي. دي جميله دي بصوا بصي دي رمضاني دي حلوه قوي دي مطلوبه قوي برده ناقصه في السوق دي موجوده متوفره اللي هي الشانيل معاها الكافي شو بتاعها ايوه الشغل ده كده اسمها الليله الكبيره. الليله الكبيره ايوه موجودين تحت اهو حلو قوي ما شاء الله. وخامتها برده قطن فيرجي نص ولا كم ما خدتش بالي لا البي تلتين 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 ما شاء الله جميله يا بنات. بكام دي؟ دي كده يا بنات الموديل اللي احنا شفناه دلوقتي ده 150 تمام. بشت مفتوح ايوه بصوا الله ايوه دي حلوه قوي. بصوا دي جميله جدا دي ارفع ايدك شويه يا عمر. بصوا الشغل ده الشغلله اللي تحت دي حلوه قوي والشغل برده جاي هنا من على الكتاف والكم. بصوا ومفتوح هنا مفتوح كده يعني تلبسيه على شميز وبنطلون عايزه اقول لكم يبقى تحفه. بصوا الشياكه جميل جدا. ده بكام ده؟ بكام؟ 250 250 ما شاء الله حلو قوي يا بنات. الحاجات دي كده خروج الحاجات دي مش بيه كام قطعه نظبط برده الاسعار ولو هتهزم منه اكتر من قطعه هيظبط لكم الاسعار. لسه في شغل عندنا تاني هنشوفه. بصوا عموما هو في وراء يعني في دي برده بالوانها دي تحسوها دريس او يعني عايزه اقول لكم حلو قوي. الملكان ظالمها بصراحه يعني اه يعني هي بص الكم بتاعها النظام الواسع ده كده وليها بطانه تحفه دي برده يا بنات. وفي بقى الحاجات اللي احنا بنحبها اللي هي الام وبنتها اللي زي كده برضو انا كنت شايفه عنده منها الوان ومقاسات جميله جدا موجوده بس حاليا ناقصه منها دي. الموف والابيض والاسود بس اللي الموف موجود والابيض والاسود اه والبترولي اللي موجود طقم والبترولي تمام. بصوا الاسود دي موجود منها الابيض والنبيتي والموف الابيض النبيتي والموف والاصفر والكشمير الوانها ما شاء الله حلوه قوي يا عريسي جدا قطعتين اه التلبيسه والجزء اللي فيها ده التلبيسه اهي برضه مش عارفه انتوا متابعين شوفوها. بصوا يا بنات التلبيسه اهي تمام كبيره هي فري سايز
لا واحد واثنين. واحد واثنين تمام. هي تحفه عايزه اقول لكم دي فاتحه من عارف عايزه اقول لك الغامق مش مبين. عشان كده فتحتي معاكي لون فاتح ليها فتحه تحفه جميله جدا جدا جدا. ده بكام الموديل ده؟ 220. دي الحاجات بقى المميزه اللي عنده عمر عشان كده بقول لكم عنده شغل ما بيطلعوش عند حد تاني. ده سعر الجمله ده من ضمن الشغل اللي بيبقى حوالي تقريبا 100 قطعه هم اللي فاضلين حوالي 100 قطعه. ان شاء الله ربنا يكرم ويتباعوا كلهم وتجيب تاني ان شاء الله. بصوا يا بنات دي بقى ان شاء الله. بص الشغل تطريز والتناسق هنا برضو وفتحة برضو بس الفتحة بتاعتها واخدة راحتها. أيوة فتحتها كبيرة قوي يا بنات حلوة اللي هو انت كده كده لازم تلبسي تحتيها ليجن. برضو مفيش خياطة من على الكتف فوق عشان الناس اللي بتبقى كتافهم مليانة دي ما تضايقهمش. دي حلوة قوي. والاستيك ياخد ويدي معاكي في اللبس. أيوة. دي فري سايز ولا واحد واثنين؟ لا واحد واثنين برضو. واحد واثنين حلوة قوي ما شاء الله. عايزه اقول لكم جميله يا بنات ده كده مقاسات اتنين فيها وبرده كل حاجه في منها الوان وفي منها مقاسات وفي موديلات لما تيجي هتشوفيها بجد ما شاء الله اللهم بارك. الشغل حلو قوي. عندكم في اللينك سكيب كل موجود برده بالوان واشكال كل الموديلات طبعا. تمام اتواصلوا معايا يا بنات على الواتساب انا بسيب لكم الارقام اسفل الشاشه. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.